السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مشهد كده يوريك حالة المستنقع اللي بترزخ فيه الأنظمة العربية، خاصة أنظمة التطبيع في السعودية وفي مصر تحديدا. مش هجيب لك سيرة الإمارات خلاص، عشان إسرائيل عملت عندها الملابس القطنية، الملابس الداخلية، قالت خلاص الإمارات خدت نصيبها وميراثها من التطبيع. عملتوا عندهم إيه؟ ملابس داخلية، الأندروير. أنا آسف والله علشان صوتنا بيدخل بيوت ناس محترمة بنحترمهم وبنعزهم والله. هوري حضرتك صورتين، صورة لابنة شالوم السعودية وهي في ستاربكس وفي ماكدونالدز، وسبحان من أنزل في وجهها غضب الله عز وجل، ده رقم واحد. وحوري لحضرتك فيديو لأبناء شالوم كلهم بالكامل، قال لك النهاردة يوم العبور الأعظم للإسرائيليين إلى سيناء. هوري حضرتك هذا المشهد وهذا المشهد وإحنا بنسجله للتاريخ، علشان ما يجيش لك هؤلاء المستنطعين في يوم من الأيام يقول لك إحنا اللي كنا واقفين مع غزة موقف الرجال. خسائر، انت كنت خاين انت وهو. لكن في رسالة مهمة جدا لاخواتنا وبعض المشاهدين اللي بيطلبوا ان دايما نركز على العمليات العسكرية. جميل جدا يا جماعة نركز على العمليات العسكرية، سواء ما يحدث من ناحية لبنان او في غزة او من ناحية اليمن، لكن للتاريخ لازم تضع النقاط على الحروف، علشان ما يجيش لك واحد خاين بعد 5 6 سنين يقول لك انا يا ما اتكلمت ودفعت وساندت اهل غزة، وهو نطع زي الذباب السعودي ولا المعيز السيساوية ولا الجراد الاماراتي الداعم لابن زايد وابن والسيسي وابن سلمان. لازم هؤلاء الانطاع كل واحد يعرف تمام، وانت نطع يده خاين، فكل واحد يبقى فاهم تمامه يا جماعه. مش لازم دايما لا صدقوني، الفيديوهات اللي بتحمل في طياتها عمليات من التوعيه زي هذا الفيديو لوضع النقاط على الحروف، انا بالنسبه لي بعتبرها اهم من اي فيديو بنتكلم فيه عن العمليات العسكريه، لان العمليات العسكريه مصوره ومسجله صوتا وصوره ولن يحذفها التاريخ. بينما الخونة اللي هم قايمين بدور الخيانة الأعظم الآن ما يجيش لك بعد 5 سنين ويعمل نفسه وطني وشريف. والحقيقة مش عارف أبدأ منين والله. أبدأ من الفيديو بتاع العبور الأعظم للأشقاء الإسرائيليين النهاردة في سيناء، في الوقت اللي مش عارفين ندخل واحد غزاوي إلا ب10,000 دولار بس اتاخد منهم معبر رفح. إسرائيل أخذت من السيسي الهفأ وإبراهيم العرجاني معبر رفح، قالت لهم خلاص يا دي انت عملت لك كام؟ 800 مليون دولار من ورا اهل غزه اللي بيحصل فيهم، عملت لك خلاص يا دي نطع انت وهو. ادت السيسي على قفاه على قفاه. فمش عارف والله ابدا لك منين، من فيديو الاسرائيليين ويوم العبور العظيم لسيناء النهارده ولا ابدا لك من صوره بنت السعوديه اللي ابنه شالوم. خلينا نبدا من بنت السعوديه ابنه شالوم اللي الصوره اللي امامكم دي، سبحان الله وتعالى. تشوف بص 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 منظرها، بص شكلها، يعني اول ما اعوذ بالله زي ما كانك داخل كده بيت الخلاء، اعزك الله داخل الحمام تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. انت فاهم قصدي؟ واضحه واضحه صح؟ فشوف انت الصوره بتاعتها كده، بص 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 هي بتاكلها معانده، بتاكلها معانده. دي بقى العينات اللي زي دي يا جماعه، ولما تيجي تعدي من جنبهم من على بعد كيلو في ريحه كده بتشمها كده، الروف، عارفين ريحه الروف اللي هي مخلفات البهائم؟ تبقى بنفس الطبع ده كده شوي، بنفس الطبع ده شوي. دي صوره وهي بتاكل من ماكدونالدز، قالت انت بتاكليها ليه؟ يا جعره جعانه؟ قالت لا عندنا كبسه في البيت، عندنا كبسه، امال بتاكلها ليه؟ قالت مساعده للاسرائيليين اللي بيحموا شرف ماما وشرفي. مش ترامب قال لك احنا بنحمي شرف ابن سلمان وكل الانطاع الداعمين لابن سلمان؟ فهي بتاكل من ماكدونالدز دعما لاسرائيل وللجيش الاسرائيلي واللي عملوا من 37,000 ارتقوا لربهم. ستاربكس دي صورة ليها برضو وهي في ستاربكس. شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله، تيجي تبص لها كده ابتعت اكل. انا عايز اقول لحضراتكم جملة تطبطب عليكم في الصور اللي حضراتكم بتشاهدوها الان لابنة شالوم. يا جماعة البهائم لا يهمها الا العليف. يعني هضرب لك مثل كده، هتعمل كده تقول اه صح تصدق، اه والله كلامك صح. عمرك شفت بهيمه لما تاخد اللبن بتاعها بتقول لك انت واخد اللبن ده موديه فين؟ لا صح؟ ها؟ طب ماشي. عمرك شفت بهيمه بعد ما تضع مولودها تاخد المولود بتاعها كده منها وتربيه وتعلفه ومش عارف تعمل بقه ضحيه أو أو, او 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 تبيعه بتقول لك انت وديت ابني فين؟ ضنايا فين؟ لا صح؟ عمرك شفت بهيمه بتشترط عليك تعيش في انهي زريبه؟ لا انا عايزها زريبه بتطل على المحيط ولا زريبه تكون فيها تكييف والشباك بتاعها يكون بتشترط عليك؟ لا مطرح ما تحط لها بتاكل مطرح ما اهو ده نفس الوضع للصوره اللي انت شايفها الان. البهائم لا يهمها الا العليف. كفايه كده على فكره، بس شايف
قعدوا يسألوا المتسعودين المستعربين، قعدوا يسألوا أنا عايز آية من القرآن الكريم تتكلم عن ماكدونالدز في ستاربكس. أهو دول بقى أحفاد أبو جهل، دول أحفاد أبو جهل. ليه؟ لأن أبو جهل نزلت له كل الآيات القرآنية اللي تؤكد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك لا والله، لا والله لو جئتنا بكل آية ما صدقنا. أبو جهل قال كده والله، قال والله لو جئتنا بكل آية ما صدقنا. أهو لا كده الناس رد عليها بآية واثنين وثلاثة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وغيره وغيره وغيره. قالوا لا برضو إحنا متسعودين، إحنا مستعربين، إحنا كال المثل الجميل اللي قلته لحضرتك دايما تضعه أمامك كده لما تشوف هذه الصور، تضع المثل أمامك كده، البهيمة الكيوت الجميلة، البهيمة الكيوت الجميلة لما بتاخد اللبن بتاعها وبتاخد ابنها منها وتعمل اللي تعمله، بتقول لك لا انا بشترك معاك، انا عايزه علف كيوت، ولا اي علف بتاكله؟ اي علف بتاكله. المشهد الثاني كان من مصر، مصر الجميلة اللي كل ما تبص الانصار السيسي مستمتعين، يقول لك احنا مصر السيسي ده هو الوحيد اللي بيدافع عن غزة، وهو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو تبقى عايز تقلع على فكرك وتروح مديك يا ابني. ده نتنياهو ده طوب الارض اعترف ان السيسي خان غزه اكتر من نتنياهو، ده طوب الارض اعترف ان السيسي فعل في غزه ما لم يفعله، ده طوب الارض اعترف ان مصر كان بكلمه توقف اللي حصل في غزه يوم 8 اكتوبر، بس ابني ملكتي تاني ضلع اساسي باللي بيحصل في غزه. فيجي لك واحد متعوي يقول لك لا مصر تقولش كده، تقولش كده، تقولش كده، تقولش كده على مصر، وكأن مصر هي السيسي. طيب تمام تمام، في عند حضرتك شك يا نطعاوي اللي بتقادي السيسي، نطعاوي من كفر الانطوع، عند حضرتك شك ان معبر رفح مغلق ومفيش فلسطيني واحد دخل او غزاوي واحد دخل لسينا؟ عند حضرتك شك لما حصل اللي حصل في مخيم النصيرات وحصل اللي حصل في رفح، الاستغاثات والصرخات وغيره اللي خرج وطلبوا مصر تدخل العلاج او حتى تدخل المصابين لسيناء، حد من مصر اتحرك؟ لا. طيب مصر عندك شك يا نطعاوي ان فرضت نطعاوي دي لانصار السيسي، تمام، انما كل التحيه والتقدير لكل الناس المحترمه اللي بتشاهدنا. عندك شك ان مصر كان بتاخد في مصر السيسي كان بتاخد فلوس من الناس الغزاويه اللي داخلين سيناء، وابراهيم العرجاني كان بياخد الفيزيتا؟ عشان كده سبحان الله وتعالى ما نبت مال من حرام الا والنار اولى به. شوف ابراهيم العرجاني وما يبتلى فيه في اولاده، وما يبتلى فيه في ذراريه، وما يبتلى فيه في اولاد اخوه. شوفهم من 2020 لغايه دلوقتي ازيد من 4-5، وليست شماته والله، لكن ما نبت مال من حرام الا والنار اولى به. مصر اللي منع كل شيء عن اهل غزه، شوف بقى حضرتك الفيديو ده للاسرائيليين يوم العبور الاعظم الى سيناء النهارده عبر معبر طابا بهذا الشكل. يوم العبور العظيم النهارده، هذا الفيديو ليس قديما، انه اليوم في الوقت اللي الحصار بيخنق اخواتنا اكتر واكتر. سلام عليكم.